ينضم إلينا من نيويورك المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا مارتن كولبر. سيد سفير، ما حدود التعديلات التي ترون أنها ضرورية الآن في اتفاق صخيرات، وما هي النقاط التي تقترحونها كتعديلات؟ بداية، هذا الأمر يعود لليبيين للقرار بمعنى النقاط التي يريدون تعديلنا. أعرف أن هنالك ثلاث نقاط. الأولى مسألة تشكيل المجلس الرئاسي، وهذا تم مناقشته بشكل واسع، أن ثلاثة بدلا من تسعة. مرة أخرى يعود الأمر لليبيين للتقرير وإجراء المحادثات. الدور الثاني هو دور الجنرال حفتر، مسألة تسلسل القيادة للجيش الليبي الموحد. والنقطة الثالثة هي مسألة فصل الرئاسة من مسألة رئاسة الوزراء. لذلك هذه المواضيع التي تم مناقشتها، وأعتقد أن من المهم جدا ترتيب عملية من الذي سيجلس مع من أجل مناقشة هذه التعديلات وحدودها الخاصة بالموضوع الليبي. إجابة على سؤالك، من سيجتمع مع من؟ الأمم المتحدة وأنتم شخصيا تقومون بجهود ووساطات منذ أشهر في هذا الإطار، إلى أين وصلتم في مسعاكم للجمع بين الأطراف المختلفة في ليبيا؟ كما تعرفون أنت محق، هي عملية بطيئة، لكن هنالك توافقات تظهر أن أعضاء من المجلس التمثيلي وأيضا أعضاء من المجلس الأعلى هنالك هم يجلسون مع بعضهم البعض. الأمر يعود إلى مجلس النواب من أجل تحديد وفدهم، وأنا قد تحدثت مع الرئيس عقيلة قبل أيام ووعد بتسريع العملية، وتحدث أيضا رئيس المجلس في طرابلس، وهم مستعدون لتحديد وفدهم. وهؤلاء الأشخاص سيجلسون مع بعضهم البعض، وأريد أن أدعوهم ومن أجل وضع هيكلية للأجندة. مرة أخرى يجب أن لا يعيدوا مسألة فتح الاتفاق السياسي، ليس هذا الغرض من ذلك، لكن هنالك يجب تحديد ثلاث أو أربع مواضيع مهمة للتعديل، وبعد ذلك يفتح هنا النقاش فيها ويقررون. من خلال يعني تواصلك مع هذه الأطراف، ما هي النقاط التي يركزون عليها من أجل فتحها في إطارها اتفاق صخيرات؟ المؤسسات الآن بعد أكثر من سنة من اتفاق الصخيرات وافقت على، يبدو أنها تعاني من ضعف، وهي تفتقد إلى المصداقية والشرعية. المجلس الرئاسي كان من المفروض أن يتكون من تسعة أشخاص، لكن غادر العديد منهم ولا يشاركوا بالاجتماعات. السؤال الأساسي، هل يجب أن يكون هنالك هيكل مختلف للمجلس الرئاسي؟ غرض وجود تسع أشخاص أن يكون هذا المجلس جامعا بأكبر قدر ممكن، بمعنى أن يكون ثلاثة أشخاص من الشرق والغرب والجنوب والشمال، لكن لم يكن هذا الأمر مرضيا. لذلك الليبيون يناقشون مسألة تقليل وتقليص عدده إلى ثلاثة. لكن مرة أخرى، نحن نقوم بدور تسهيلي وتنظيمي، نريد أن نشجع الأشخاص للجلوس على طاولة المفاوضة، لكن عليهم أن يقرروا هذا الأمر بأنفسهم. الأمر لا يعود للمجتمع الدولي، لكنني مؤمن بشكل كبير بأن الليبيين، النساء والرجال والكبار السن والأطفال، هم يرغبون بتحقيق السلم والاستقرار في بلادهم. يعني ما موقف الأمم المتحدة، وأنت تحدثت قبل قليل عن النقاط التي يراد فتحها في إطار تعديلات، تحديد دور خليفة حفتر في سلسلة القيادة في الجيش، حقيقة ما هو موقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، خاصة أنتم شخصيا، من خليفة حفتر وميليشياته المسلحة، وكيف تنظرون أنتم إلى دوره الآن وتقييمكم الآن لدوره في ليبيا؟
Now, this is totally up to the Libyans. هذا الأمر يعود لليبيين لتقرير ذلك. نحن لا نقوم بفرض أي حلول. بالتأكيد لدي رأيي الشخصي كيف بإمكان الأمور أن تجري بشكل أفضل. لكن الأمور ستنجح فقط إذا ما قام الليبيون بأنفسهم وهم أصحاب المصلحة الحقيقية في البلد وفي العملية السياسية والعسكرية. إذا ما عملوا مع بعضهم البعض وإذا ما قرروا حول مسألة تقاسم السلطة وفي المجلس الرئاسي أيضا في الجيش الليبي. أرى أن الموقف في العسكري في ليبيا متغير وصعب. هنالك قتال في الجنوب وهنالك نازحون في الجنوب. هذا الأمر لا يمكن تبريره بمسألة القتال ضد الإرهاب. هذا مسألة فقط السيطرة على الأراضي وسيطرة على المطار. وكلما كان هنالك استمرار لهذا الفراغ العسكري سيكون الأمر خطرا. وكان هذه رسالتي للمجلس. هذه رسالتي. اجلسوا مع بعضكم البعض وناقشوا مع فقرات الاتفاق السياسي. ودورنا أن نقوم بتسهيل هذا الأمر. نريد تقديم المساعدة ونريد تقديم المساعدة للليبيين من أجل تحقيق أهدافهم. وإذا ما أرادوا أن يقترحوا خيارات للنقاش لكن لن نقوم بتقرير ذلك عنهم. هم سيقرروا. شكرا لك سيد مارتن كوبير المبعوث الدولي إلى ليبيا من نيويورك.